حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة أسبوعية جديدة من برنامجكم ويبقى المسرح ومحطاتنا المختلفة في عوالم أبي الفنون. كيف هذا الخدم قدر يحصل على هذه الدرة الغالية الثمينة؟ كيف؟ شو السبب؟ شو السبب؟ أكيد أنت تعرف السبب. هلا لا ما أعرف. زين، ما تعرف منو هي؟ لا ما أعرف. ولا من وين جت؟ ما أعرف. ولا كيف جت؟ ما أعرف. هاي شو تعرف؟ في انتظار جودو من النصوص المسرحية الثرية التي قدمت كعروض مسرحية في مختلف المسارح العالمية والعربية، عاكسة طرح ورؤى مبدعيها، وفي مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بنسخته الثامنة قدمت بطاقات شبابية لتحصد العديد من الجوائز المسرحية. يا لك من تنزيل حريص على الشكليات، قلت لك أي جملتك؟ أعني جملتك عام. عبثية الوجود وفوضوية الواقع هو طرح العرض المسرحي في انتظار جودو الحائز على جائزة أفضل إخراج مسرحي في النسخة الثامنة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، البوابة الكبرى لاكتشاف المواهب الشابة في الدولة، والنص المسرحي للكاتب والشاعر الإيرلندي صموئيل بيكيت الحاصل على جائزة نوبل عام 1969، والعرض المسرحي من إخراج وإعداد راشد دحنون الذي شارك في التمثيل مع هاكوب عيد. النص بطبيعة الحال هو يتحدث عن فكرة الانتظار. الانتظار يعني ننتظر من؟ لماذا ننتظر؟ هل سيأتي الذي ننتظره أم لن يأتي؟ كانت جملتي في 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 هذه المسرحية لكل منا ما ينتظره أو من ينتظره أو لن ينتظره، ليست حكاية فقط محطة انتظار. يعني مسرح العبث بالنهاية هو لا يطرح قصة معينة، هو في النتيجة مجموعة أفكار ربما متناسقة ربما غير متناسقة، ربما منسجمة ربما غير منسجمة، كل منها يفسرها على هواه. فكرة الانتظار حالياً نشعر بها، نحن ننتظر ماذا؟ لا أعلم وربما أعلم. ننتظر من؟ لا أعلم وربما أعلم. أنا تناولت هذه الفكرة بشكل مسرحي بشكل فني، والحمد لله يعني وفقنا في هذا العمل وحصدنا جائزة أفضل إخراج وحصدنا جائزة أفضل ممثل لصديقي هاكوب عيد. هو الحقيقة يعني هو الذي دعاني إلى اختيار هذا النص هو ملامسته لي، شعرت بأنه قريب مني في هذه المرحلة، اخترت هذا النص وبدأنا العمل عليه. طبعا كان معي صديقي الممثل هاكوب عيد، ممثل جميل ولنا تجارب سابقة سويا، اشتغلنا عليه وكان في انسجام كبير بيننا. كان العمل عليه نفسيا أكثر ما هو يعني جسديا. لماذا؟ لأن النص يحمل أفكار ضمنية عديدة، وكلما كنا نقرأ النص أكثر كلما كنا نكتشف فيه أكثر ونجد أمور لم نكن نراها في قراءتنا الأولى. لذلك كان شغلنا الأكثر على النص نفسه، على اكتشاف أبعاده، اكتشافه من الداخل. ومن ثم يعني انتقلنا إلى الخشبة وبدأنا العمل هناك ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. أنا بصراحة يعني لم أحاول أن أستعرض، أنا حاولت أن 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 أخرج النص كما هو بروحه ببساطته بعمقه وبتعقيده أيضا. هذه هي تناقضات مسرح العبث،
لم أحاول أن يعني أن أتصنع في السينوغرافيا، في الإضاءة، في الديكور، لا لا، يعني أنا اشتغلت على الممثل أكثر ما اشتغلت على باقي عناصر العرض. لذلك يعني كانت الآراء كلها يعني تمدح في 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 انسجام بين الممثلين، في إحساس الممثل في النص، في إحساس الممثل في العمل. تبدو لي أشبه بشجيرة. شجرة. شجيرة. شجرة. شجيرة. شجرة. شجيرة. شجرة. 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 شجيرة. ما الذي تشكك فيه؟ قدم العرض المسرحي على خشبة مسرح المركز الثقافي لمدينة كلباء، حيث اعتمد المخرج المسرح الثنائي كإطار لصياغة شخصيتيه ديدي وجوجو اللتين حملتا في داخلهما الكثير من الترقب والانفعال، مبرزاً عالماً لا منطق في عالم يتظاهر بالمنطق وفي داخله الفوضى، ومن خلال التأويلات العديدة والغموض للنص المسرحي الذي سيظل موضع نقاش الباحثين والنقاد على مر الزمان. طبعا مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة هو فرصة جميلة، يعني لا تتوفر في أي مكان، هنالك الدعم، هنالك المكان، يعني هنالك كل وسائل أو البيئة المناسبة لكي يعمل الشاب على عمله، لكي ينتج مسرحا. طبعا وأنا بالنسبة لي دائما أحاول أن أستغل هذه الفرصة، أن أشتغل، أن أختار النص، أن أعمل عليه، أن أكتشف فيه، أكتشف ذاتي، أكتشف النص، أن أنتج عملاً جميلاً. بالأحرى تتهامس، تصدر حفيفاً، تتمتم، تصدر حفيفاً. طبعاً كل الشكر لصاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، هذا الدعم وهذا الكرم في دعم المسرح في كل ما يقدمه للشباب، يعني ليس على الشباب إلا أن يعملوا وأن يستغلوا هذه الفرص وأن يبحثوا وأن يتعلموا في هذا المجال وأن يقدموا هذه الأعمال وأن يجربوا. وأنا طبعا سأنتهز هذه الفرصة كل سنة إن شاء الله، وسأشارك في أعمال قادمة، ونأمل أن تكون أفضل من سابقاتها. الحركة هي تعبير فاعل عن دواخل النفس البشرية المرتبطة بالباحث الذي يولد الدافع ثم الفعل، كما تعد من الوسائل التعبيرية التي يوظفها المخرج لترجمة أفكاره وأهدافه وإيصالها بأفضل الطرق، لأنها أساس التعبير في الدراما المسرحية. صادقت ذواتي السبع وصدقتها. يبحر على سفينة هرمة أشعث الشعر يفضح منه عفن الثم البحري، وعاهد يكسر خطاياي ويشهد عليه ربي نسيت فيه. الحركة كلها أداء زي ما احنا بنسميه محاكاة، فالإنسان من أول ولادته على الأرض بيحاكي الطبيعة وبيحاكي الطائر والطيور والحيوانات وحتى حتى الأشجار، فالتركيب الموجود عنده في الذاكرة الإنفعالية في الخلفية يتذكر ما شاهده ثم يقتر مرة أخرى على نفسه. فهنا المحاكاة موجودة في أساس علم الحركة في ميكانيكية الحركة من خلال الجهاز التشريحي للإنسان. إحنا في المسرح بنقول هذا الجهاز التشريحي هو أساس التعبير الحركة على خشبة المسرح، سواء إذا كان التعبير داخل تراجيدي أو كوميدي أو فرص، أي نوع من أنواع العمل، حتى في الرأس، حتى في الباليه، حتى في الفنون الشعبية. بنقسم هذا الجهاز التشريحي في أدائه لأننا عندنا إكسسوار طبيعي خلقه سبحانه وتعالى لينا في التعبير عننا، نحن بنترجم ده من خلال تطور المسرح مش تاريخه، تطوره، لأن الإنسان عموما زي ما قالوا الحياة هي مسرح كبير يعني. فانت عندنا بقى في المسرح بنتاكل ده الى شكل الوضع الاساسي بنسميه بوزيشن برينسيبل، الوضع الاساسي. لما بيتحول معاه الى وضع تعبيري ده بنستغله احنا تملي في المسرح، مخرجين بيستغلوه كتير وممثلين بيستغلوه كتير جدا. بنيجي بعد كده في عمليه الحركه بنسميها هنا عندنا حاجه بين الفكر وبين الجهاز التشريحي بنسميه التوافق العضلي العصبي.
هنا التوافق العضل العصبي مع الممثل على خشبة المسرح أساسا في قبوله كممثل أو لا، لأن ممكن يمشي مختلف للحركة الميكانيكية الأساسية لحياة الإنسان على الأرض، أو ساعة لما ينقل نفسه من الحياة على الطبيعة إلى الحياة المسرحية إلى الدور اللي هو بيلعبه يعني. ففي ناس بتبقى مش قادرة تمشي وما عندوش توافق، ده بيبقى في التمثيل صعب جدا، وذلك تمثيل الاختيار بيكون على أساس توافق العضل العصبي في النطق اللفظ وفي شكل الحركة. هذا هو التعبير الموجود في الحركة. لا شأن لك، اتركني أيها المعتوه، اعذرني يا رجل، لا نطلب عفوا من مقتول. أما الحركة بقى عموما كلها بننقسم إلى حركة إنسان، وبعدين الإنسان ده بيبقوا اثنين وثلاثة، فبتاخد هنا شكل الحركة المجميع، حركة المجموعة على خشبة المسرح في التشكيل المسرحي، والتشكيل المسرحي بيتبعه التشكيل الثنوغرافي اللي هو على تشكيل الديكور اللي بيتخيله المخرج أن يكون دي. ثم يتحول هذا التشكيل إلى نقاط ضعف وقوة في على خشبة المسرح، مين اللي يبقى الأساسي في التشكيل الحركي ده، ومين هيبقى سبورت اللي هو ثانوي جنبيه. هنا بتتحرك الحركة لها أساساً في البعد المرئي للمتفرج، يعني المتفرج عم تقوله برسبكتيف نسميه، أو نقطة النهاية أو نقطة المنتهى، لابد أن يتبع فيه سيمتريك عام بشكل الحركة، سواء سيمتريك في جسم الممثل أو في جسم التشكيل المجموعات أو في الاثنين مع بعض مع الديكور، تتكامل الوحدة الحركية بين الممثل بين الكلمة أو المؤلف والحركة، وشكل الديكور في المادية الموجودة معها تتحرك هذه المادة إلى مادة ذات إيقاع حركي مختص بعين المتفرج عشان يقدر يشوف المسرحية أو يشوف التشكيل أو يشوف المشهد بعين ليست جامدة، وأن يتحرك مشاعر المتفرج مع مشاعر الممثل مع التشكيل العام لشكل المخرج أو فكر المخرج والكاتب على خشبة المسرح. الحركة بتاخد تأثيرها ومداها، كل هذه الأنواع من الحركات بتتمثل فيها في دورة الحياة اليومية مع على خشبة المسرح بنفس الوقت. ولذلك احنا في الحركة برضو بنقول، احنا بنقول الحركة بنقدر نعمل على المسرح عبور الزمان والمكان بالحركة، ممكن تعملي المشهد الأول في الصبح وممكن تعمل الحركة معها بعد الظهر، وممكن تعملها بالليل في نفس الوقت يعني في نفس المشهد يعني، وتقدر تعملي برضو الحركة يتحرك الزمن معاه، وإحنا بنقول الحركة زمن وتعبير، من غير تعبير يبقى إنسان جماد، مش ممكن. فإذا الحركة هي وحدة الحياة، وحدة الشكل، وحدة التكوين، وحدة كل شيء أنت بتشوفيها عليك في التكوين، الحياة نفسها زمانها وإيقاعها هو الحركة. لو يحضرون كان راويتكم فيهم العجب. والله والله يا هبريح انت شو حقك تحلفني يا ابوي؟ انت غشيم، انا غشيم وبتم غشيم، بتموت غشيم غشيم وبتندفن متين. فيما بين الأداء التمثيلي والجماليات الفنية التقنية كانت مساحات محطاته الإبداعية المسرحية التي أسهمت بتميزها في إثراء تناغمية المنظومة الإبداعية البصرية للمنجز المسرحي الإماراتي. حكمة من حكم هذا الزمان العصيب. عصيب مرة واحدة؟ نعم. الظاهر لك بعدك على أول خطوة، وبعدها بعدها عيونك ما شافت ولا أذنك اسمع الشيء. سيروح يا شبحا من الماضي يا دامتها يسير بلا هدى، سيروح يا رجع الصدى. يتميز المشهد المسرحي الإماراتي بقوة وفاعلية حضور مبدعيه على مر الأجيال وفي مختلف التخصصات المسرحية، ومن أبرز تلك الأسماء الفنان علي خدوم الباروت،
أحد أبناء المنطقة الشرقية الذي عشق الفن المسرحي، فكانت بداياته ممثلاً منذ الثمانينيات، لتنطلق من بعدها مسيرة عطائه في تصميم وتنفيذ الإضاءة المسرحية. الإضاءة المسرحية أنا بديت من أول ما داومت في دائرة الثقافة والإعلام في المركز الثقافي كان اسمه، داومت إضاءة، لكن كنت مساعد فني إضاءة للمصمم محمد خميس، وبعدها انتقل محمد خميس صار إداري، فأنا أخذت مكانه وبديت أتعلم من فرق شكسبير أنهم جو يعرضوا في الإمارات عندنا في الشارقة، فصرت أتعلم من مصممين شكسبير وكيف يركب الإضاءة، وكان يعلمني كيف أركب الإضاءة، كيف أوزن الإضاءة وهي على الأرض على أساس أنه يوم أرفع ما أحتاج أعدل كثير، فكانت تجربة كثيرة وايد مع فرقة شكسبير. بعد شكسبير اشتغلت ويا مسرح كلبة، كانت أول مسرحية أنا أشتغلها، كنت ممثل، لكن المخرج العراقي قال لي علي ما دام أنت تشتغل في إضاءة وأول مرة إيش رأيك تصمم أنا بساعدك، فهو ساعدني يعطيني أفكار وأنا أعطيه أفكار، لكن كانت هي أول تجربة وضبطت الإضاءة، لكن أنا اللي أمثل فخليت شخص ثاني اللي هو محمد صالح، كلمته واتفقت وياه، وكان محمد صالح لسه جديد جاي معاي، فنفذ المسرحية معاي. المخرج العراقي كان أستاذ حسين محمود، وكانت مسرحية رحلة العودة الطويلة ويا مسرح كلبة، وأنا كنت ممثل دور المجدمي فيها وصممت فيها الإضاءة مع أستاذ حسين. هاي كانت تصميم الإضاءة أول مرة. طبعا كانت هي مسرحية عودة الرحلة الطويلة، كانت عودة لأيام الشارقة المسرحية توقف، فعادت في 94، فشاركنا احنا مسرح كلبة بمسرحية عودة الرحلة الطويلة، واشتغلت انا ويا استاذنا، كانت كلها المسرحية تتكلم عن البحر وعودة سفينة وبحارة من رحلة الغوص، فكانت كل الاجواء اجواء ليلية، لكن كان في بقع، لان كان في عندنا تخيل ان سمك قرش جاي واللي هو احنا نقول ذيبة. من بعد مسرحية رحلة العودة الطويلة وشوف كل المخرجين الاماراتيين شافوا انه ممثل إماراتي عنده علاقة بالإضاءة، من هنا نقلوني للإضاءة، فاشتغلت في أكثر من مسرحية، كنت كله منفذ مش مصمم إضاءة. بعدها انتقلت من تنفيذ إضاءة واشتغلت مع أخوي الأستاذ علي جمال في مسرحية الإفطام، كانت من تأليفه وإخراجه لمسرح حتى، اشتغلنا، أعطاني النص وقال لي باك تشتغل وياي، درست النص حطيت تصور الإضاءة فيه، ورحت وشفت حضرت معظم بروفات المسرحية، وحطيت خطة ويا أخ علي جمال، لكن قال لي لا لازم تكون متواجد معاي في البروفات كلها. قلت له نصمم إضاءة طبعا ما يحضره، قال لي لا أنا أبغاك تحضر معاي لأنه يمكن يصير فيها تغييرات والديكوري أنا مش ثابت متحرك، فباك تتواجد وياي دائما. فكنت أنا راسم الإضاءة على قصر الثقافة، ورسمناها أنا وعلي جمال، وانتهينا من كل إضاءة. بعد ما قدمناها في المهرجان حصلت جائزة أفضل مصمم إضاءة عليه. علي شو بدك؟ محطات نجاحات مختلفة اعتمدت الاجتهاد والعمل الدؤوب في ظل روح تنافسية الإبداع الجماعي الهادف إلى تحقيق رسالة الفن المسرحي الإيجابية، ووفق استراتيجية ثقافية شاملة هدفها الأعلى كان الارتقاء بساحتنا الثقافية. بعد انتقلت واشتغلت مع أخوي المخرج الفنان محمد العامري في مسرحية اللوال من تأليف الفنان إسماعيل عبد الله خراج محمد، كان في تحدي بيني وبين اسماعيل عبد الله. اسماعيل عبد الله يقول اذا ما خذيت جائزة على هاي المسرحيه ما تعجبني. واشتغل وجلسنا انا والاخ محمد العامري ورسمنا، وكانت المفاجاه ان المسرحيه ما فيها ديكور، فيها حبال، كيف اقسم الاضاءه عن طريق الحبال، قسمنا البيوت. لما انتقلنا في العرض وكان تحدي، لأن كان فيها تحدي إضاءات، لأول مرة استخدم إضاءات من الجوانب، كانت نقلة نوعية في الإضاءة المسرحية في هذا الوقت، أن استخدمت الإضاءة من الجوانب، كان تحدي كبير،
كل الناس يقول لي ليش تستخدم هاي، قلت في لأن في شغل كثير عليها. كان عندي مشهد المقبرة، فكان الممثل نايم على الأرض، نومه على الأرض كان يحتاج مني لازم أختار إضاءات من الجوانب أني على أساس أخذ وياه ويجلس، واستخدم العامر هنا الخوص والأغبار، فكانت عملت فرق كبير في الإضاءة. والأول ما واليوم شاف وليد عمران قبل العرض قال لي مبروك أنا رشحك أنت جايزة أفضل إضاءة، والحمد لله فزت جايزة أفضل إضاءة. وعدها أنا حصلت على جوائز كثيرة يعني، لكن كانت أهم المحطات مع أفضل مخرجين هم كانوا علي جمال وأستاذ محمد العامري، اللي أخذت معظم جوائزي معاهم. لأن علي جمال ومحمد العامري إذا تشتغل وياهم إضاءة لازم تكون متواجد، أنت مصمم كان مصمم إضاءة لازم تكون متواجد معاهم في البروفات، لأن عندهم فكر متغير، إضاءة ديكوراتهم متحركة. فكانت هاي أفضل المحطات. حتى يوم اشتغلت يا محمد العامري في صهيل الطين كان النص أستاذ إسماعيل مسلم نصه وقايل لي العامري الفكرة نصها، والعامري قال لي الفكرة، فبديت أنا أعيش ويا العامري الأحداث. الفنان علي خدوم الباروت، إبداعات فنية عكست التطور الفاعل في المشهدية البصرية للعرض المسرحي الإماراتي الذي أضحى علامة فارقة على المستوى الخليجي والعربي والعالمي. وكان لي شرف أني أشارك أخوي الفنان محمد العامري في التصميم، أن أشارك أنا وراه في التصميم بعض مسرحيات سمو الحاكم، وكنا وقت نصمم الإضاءة أنا والعامري ونركب الإضاءة، هم كانوا يشتغلوا الإضاءة لحد الساعة 10 وبعدهم نكمل أنا والعامري لحد الصبح ممكن، وكنا ننام في خشبة المسرح على أساس أنه يجوا بالباكر تكون معظم الإضاءات جاهزة حقهم. الكل كان يشتغل بحب وروح. أنت لو تروحي قصر الثقافة بتشوفي أجهزة الإضاءة يمكن من سنة 80 ولا زالت لليوم تشتغل بنفس كفاءتها السابقة. وطبعا هذا يرجع الفضل كله لصاحب السمو هود الراعي الأول للحركة المسرحية في الإمارات وفي الشارقة، وهو الداعم لدائرة الثقافة أن توفر هالأجهزة. لما تقدمت هنا مسرحية عودة هولاكو كانت خشبة الخشبة اللي قصر الثقافة كانت خشبة صغيرة، وكانت تتطلب دخول خيول ومسافات كبيرة، فهاي أن تغير المسرح ممكن خلال شهر تكبر المسرح. كانت الشركات تشتغل للنهار، وأفضل وأجود المواد كانت تتحط. حتى الخشبة احنا يوم يجيبوا لنا خشبة كنا قلنا الخشبة هاي مش الخشبة الأصلية نفس السابقة اللي كانت، فاضطروا يجيبوا لنا الخشبة من بريطانيا وركبناها. فكنا احنا منختار الإضاءة ونكلم الإدارة الخاصة بالقاعات ما ترفض لنا طلب، لأنهم متفاهمين شو الإضاءة المسرحية. كان تفهمهم ان هذا مسرح اكثر مش تفهمهم ان هي صالة تقدم اي حفلات، كان تفهم التوجه الاكثر انها تقدم اعمال مسرحية على الخشب، فكان تتوفر لافضل الاجهزة واغلى الاجهزة. الاجهزة كثير كانت غالية اللي موجودة الحين في الشارقة هي اغلى اجهزة في كل الامارات. جائزة افضل اضاءة وفاز بها علي خدوم. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا الأسبوعية من برنامجكم ويبقى المسرح. دمتم في أمان الله.
هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.